تاني عجينة معانا النهاردة ظريفة جدا بقى، لأنها منها فيها يعني الجبنة أصلا بالكمون، وساعات كمان بعملها بالجبنة المدخنة وبتبقى ظريفة جدا برضو، فهي وصفة منها فيها كده. ينفع ندخل لها أي حاجة من دول؟ ينفع طبعا، ينفع نحط على وشها أي حاجة من دول زي ما عملنا في العجينة اللي في الفرن؟ طبعا ينفع، لكن إحنا بما إنها هي منها فيها، سواء بالجبنة المدخنة من عند أي حد بتاع جبن يعني بالكيلو، أو جبنة بالكمون زي ما إحنا مستخدمين النهاردة، فخلاص هي منها فيها كده ظريفة جدا. طيب عايزة أستخدم جبنة سادة برضو، أوكي مفيش مشكلة خالص، وابتدي أحط من دول، ماشي الحال. طيب بسكوت، هنا عندي مقرمشات الجبنه اللي بالكمون، كوبايه ونص من الجبنه بالكمون مبشوره، ودي بقى البشره دي مش ناعمه قوي، اوكي. 4 معالق كبار زبده، الزبده الاولانيه كانت زبده جامده، دي زبده لينه في درجه حراره الغرفه. 3/4 كوبايه من الدقيق، رشه ملح بسيطه جدا عشان كميه الجبنه كبيره، ومعلقه كبيره من اللبن المتلج، وانا عندي لبن من الوصفه اللي فاتت، اذا احتجت ممكن ازود، اوكي. طيب هنعمل ايه؟ هنحط الزبده، هنحط رشه الملح على الدقيق وهننزله على الزبده. للاسف مجبره ومضطره ما احطش قرفه، معلش بقى في وصفات ما بعرفش احط فيها قرفه، وانا ببقى متنكده قوي يعني في الوصفات دي. وهقفل وهبص على الفرن لحد ما هنا يختلط على درجة حرارة قليلة، على سرعة قليلة. طيب نرجع تاني للوصفة دي، حطينا رشة الملح على الدقيق، حطينا الزبدة، هننزل دلوقتي الجبنة، اللي عايز يستخدم جبنة قليلة الدسم اوكي مفيش مشكلة خالص. وبعدين انا الدنيا هنا عندي اختلطت مع بعضها، ابتدي انزل اللبن واحده واحده. ما احكمش ابدا على العجينه وهي جوه العجان من غير ما انزل الاطراف بتاعتها، ومن غير ما امسكها بايدي اعرف قوامها اخباره ايه، غير كده لا ما مش هعرف احكم عليها مظبوط. دايما دايما في العجاين دي هتلاقوها زي عجينه التارت والسابليه، مفتته مفرفطه، ما هياش جامده وماسكه نفسها زي مثلا مرمله، ماشي مش مشكله، مش هكسفك يعني. مش زي العجينه بتاعه المعجنات ماسكه نفسها، لا، وده مقصود ومطلوب في نفس الوقت. ليه؟ عشان تطلع بتدوب في البق ومقرمشه، مش عشان تبقى بتقطم، مش دي العجينه اللي المفروض انها تقطم، اوكي؟ ان شاء الله هنعمل لكم حلقه قريب عن الاقراص. بقسماط وقراص طريه وبالعجو يعني، قرص، انا مش عارفه النهارده الكلام الكلام مش عارف. دي المرتاحه اللي لميناها وريحناها في الثلاجه شويه، لكن برضو انا عايزه اوريكم الشكل ده عشان لما تشوفوه في البيت تبقوا فاهمين ان هو ده الشكل الطبيعي، ده الشكل الطبيعي اهو، الشكل المرمل ده. طب اميره انا همسكه ازاي؟ اهو بصي، خلاص خلص الموضوع، بايدي ابتدي الم مش اعجن، باخد كل العجينه مع بعضها والمها. لا خليني اوريها لهم برضو عشان الحاجات دي بتحصل في البيت، الناس بتبانيك وبتحس ان هي مش ما طلعتش مظبوطه معاها اهي. معلش احنا معانا وقت، ف الم كل اللي في العجان، لان كل ذره مقدار هتفرق معايا. وبعدين بايدي زي السابليه والتارت بلم العجينه مش بعجن العجينه، اهو الم كده، بصوا لمت ازاي اهي، ولما تسقع هتلم اكتر، اما تسقع هتلم اكتر اهو. وادخل العجينه كلها في بعضها، اول ما الاقيها مسكت في بعضها اوقف واكيسها وادخلها التلاجه، اوكي. هتطلع عامله ازاي من التلاجه بقى؟ شكرا ليكي، هتطلع عامله كده اهي. وبرضو انا بفضل دايما ان احنا نحط ورق زبده من فوق ومن تحت، اللي ما عندوش خلاص هيستخدم دقيق مفيش مشكله، بس هيعفر بالدقيق تعفيره خفيفه جدا جدا جدا، مش كميه كبيره علشان ما غيرش من القوام بتاع العجينه. حطيت اهو، حطيت ورق زبده تحت ورق زبده فوق، وده كمان بيساعد في التنظيف جامد جدا.
اهي. طبعا احنا مهما هنا بنريح الدنيا، اول ما بنخش مع الاضاءه كل حاجه بتنصهر، فانتوا في البيت الدنيا تبقى اهدى بالنسبه لكم كتير وتبقى اسهل. هنا بقى هاخده عكس عكاس، هاخد العجينه عكس عكاس اهي. ينفع احطها كده؟ اه ينفع احطها كده، بس انا يعني ايه اهو نبقى عملنا شكل اهي عكس عكاس بالراحه خالص، لان عجينتي مش ساقعه. طب اميره ينفع اعمل كده واحط الصاج في الثلاجه واخبزه تاني يوم؟ اه ينفع جدا، عندي ضيوف، عندي عيد ميلاد، عايزه اعمله للعشاء بتاع الولاد، مفيش مشكله خالص. املي الصاج وحطيه هو نفسه بالصاج في الثلاجه وغطيه طبعا عشان ما ينشفش العجينه، ما تنشفش، ودخليه الفرن وقت التسويه قوي قوي، مفيش مشكله. اهو بصوا احنا بنعمل ايه، اهو بنلفها يا اتجاه واحد كده يا الا لفها اتجاهين عكس بعض. بصوا ازاي، هنا اهو ده كده وده كده، ده كده وده كده، واحده وواحده اهي. نعمل واحده كمان عكس وعكس اهي، واحده يمين واحده شمال اهي، وشكرا. هنخش بيه الفرن وهنقعده 10 12 دقيقه بالكثير جدا جدا، ممكن لو الفرن قوي وحامي وشغال كويس ياخد 8 دقائق بس. عملنا ايه؟ ندخل دور الفرن الاول وبعدين نقول عملنا ايه. اهو الرف في النص، درجة الحرارة عالية، فوق وتحت شغال، إذا في مروحة يبقى شغالة، والسمك واحد والحجم واحد، العجينة تكون ساقعة.